عبر بعض المواطنين من أهالي الموصل في مخيمات النزوح التي لجأوا إليها هرباً من داعش لأخبار الآن عما ألم بهم من خسارة لمنازلهم وأرزاقهم بعد أن أجبروا على النزوح من بلداتهم وقراهم بسبب ممارسات داعش، فانتقلوا إلى مخيمات متواضعة زادت من معاناتهم ويأملون بالعودة لمدنهم وقراهم رغم مرور سنتين على ما هم عليه. النزوح كانت العوائل يعني في مجتمعاتها ومستقرة أمنيا واجتماعيا، يعني العوائل متقاربة في النسب والعشيرة ويعني متحابين فيما بينهم، أما في وقت النزوح فهنا اختلفت العوائل، أصبحت يعني مختلطة وتأثر على نفسية الطفل خاصة في العراق وغيره، تدري هاي مشاكل تصير بين الأطفال فتأثر على نفسية الطفل وتسبب مشاكل للأب والأم كذلك. يعني والله وضعنا كان أحسن من هسه بهواية بكثير، يعني طبعا كنا عايشين ببيوت أولا، ثانيا جايين نعرفهم إحنا صغار، شلون تقول شو عشرة عمر و بيئتنا غير هاي البيئة يعني ساكنين هسه بيها، اي فكل شيء تغير، يعني كل شيء انقلب رأسا عقب مفات يعني داعش، من صار يعني صار من وقت النزوح لحد الآن رأسا انقلب وضعنا من رأسا على عقب، يعني تبهدلنا. أول الصيف صيف هنا حيل حارة والشتاء حيل بارد هنا مزادين، يعني وكنا كنا بشغل هناك، عندنا كل من شغلته يعني بالنسبة احنا كنا عندنا كل من عنده صنع هناك بمنطقته، ناس تعرف ناس، هنا أنا ما تعرف أحد. يعني شو أقول لك، بصعوبة جاي نتأقلم. حياتنا كانت طيبة والله، وأولادنا كل شيء متوفر عندهم، و جوارينا طيبة، بيوتنا ما مثل هنا الكرفانات عايشين شوارع، كمثال هسه يسوون لنا الشوارع. بهدلنا هذا سنتين تقريباً. ما مثل غادي، معيشة عندنا غادي، اللي عنده بستان، اللي عنده زراعة، واللي عنده أشكال، اللي عنده دكان، اللي عنده رأس مال يسوي له شغلاية، هنا ماكو شيء. بالنسبة احنا للنازحين، قبل تدري يعني واحد ببيته صح كان قسم بيوت طين، لأن كان عايشين نعيم مثل الملك. يعني واحد كل من على شغله مرتاح كان، أمان، يعني حتى لو مثل ما يقول ينام بلعش بس كان مرتاح، مرتاح أمان وبديرته. كان اكو مثل ما يقول رحم، كان اكو مساعده، كان واحد يسبي واحد ثاني، جيران يزور الجيران. بس هسه احنا تغربنا وصارت امور فرد مره، يعني واحد ما يعرف راسه من الرجلين. ناس تبهدلت، صدق بالله اكو ناس ما عاد حق باكيت تشتري.